اهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نتعرف بنيره اشرف وشيماء حسام المسؤولين عن التنظيم داخل الديوان، ومعانا خلود خالد المسؤوله عن اللجنه العلميه. اهلا بيك. هرجع لكم تاني، بس عايزه اسال محمود تاني سؤال. ايه اكتر رحله عملتوها وحسيتوا انها مؤثره فيكم قوي ونفسك انك تكررها يعني؟ في البدايه بس هي كانت مع الاستاذه نيره، كانت في اسكندريه، تمام. كان معانا استاذ محمد متولي واستاذه دينا واستاذه جانا طبعا. هي الرحله دي احنا رتبنا كل حاجه قبل الحاجه ما تحصل بدقيقتين، اللي هو احنا هنروح، طب هنقعد، طب هنبات، طب هنمشي، طب هنروح، طب هنرجع. الموضوع الرحله فعلا هي كانت 24 ساعه، فعلا كان فيها كميه تعب وكميه اجهاد كبيره، بس ما تقدرش التفاصيل بتاعتها ما تتنسيش. وكمان من ضمن الحاجات الكويسه اللي كانت فيها ان احنا ما كانش فيها مشاكل، ما كانش فيها زعل، لا طول الوقت بنهزر وبنضحك، كانت ماشيه سموث. الجانب اللي احنا كان معانا عدد كبير كمان، يعني احنا كنا بنشرف في الوقت دي، هي ما كانتش رحله خالصه تبع الديوان، يعني كنا طالعين بقى الديوان بيشرف، بس كانت حاجه تانية طبعا ما نقدرش ننساها، وبالتحديد القلعه والاسكندريه طبعا، وعارفين جو اسكندريه، فحاجه تانية خالص يعني. ما تقدرش تنسيها طبعا مع استاذه نيره اختي الصغيره. هرجع لك تاني. هي نيره انت مسؤوله عن التنظيم؟ انا مسؤوله عن التنظيم. بتنظمي الرحلات ازاي؟ انا بنظم اللي هو التخطيط، عضو من التخطيط بيحط الفكره، انا باخدها بطبقها على ارض الواقع. اللي هو انا باخد الفكره من حيث اللي هي الكورسات، المحاضرات الاونلاين، الزيارات، بطبقها، بضطر ان انا احط مواعيد بتناسب جميع الفئات اللي هو وجميع الاعضاء. فانا بحط المواعيد وبشوف الماده العلميه وبروح مديها لقسم السوشيال. بتاخدي اللجنه بتاخدي الماده العلميه من خلود؟ انا باخدها، انا مش بقراها، انا بنظمها. بتعيدي مثلا صياغتها او ترتيبها؟ لا بنظمها، اللي هو مثلا دي هتتقال وقت كذا، واحط المواعيد تكون هي مناسبه للكل. وبعد كده بديها للسوشيال، هي بتنزلها على الانترنت. والمحاضرات الاونلاين برضو بيقول الفكره وانا باخدها بطورها وبنظمها. بتعلنوا عن الرحله قبلها بقد ايه؟ ممكن اسبوع، ممكن اربع ايام. طيب على حسب العدد. اسبوع، 10 ايام، اربع ايام، على حسب العدد، لان العدد كبير محتاجين عدد كبير، ممكن نعمل منها ب 10 ايام، 15 يوم. عدد صغير مثلا اربع ايام اسبوع. حلو قوي. بتعملوا رحلات طويله؟ يعني ممكن رحله مثلا مدتها 20 ساعه، 24 ساعه، اللي هو الطريق نفسه، انا بتكلم عن الطريق. بتبقى ما اعتقدش ان احنا عملنا حاجه مثلا الطريق فيها طويل، بس يعني مش بتفكروا تعملوها يعني في يوم من الايام؟ ان شاء الله باذن الخطوه الجايه، لان احنا بنحاول ننتهي من كل الاماكن اللي موجوده قريبه مننا، بحيث ان احنا خلاص كده خلصنا اللي عندنا، نشوف بقى البعيد ايه ونجيبه. حلو جدا. شيماء، هل في مشاكل بتواجهكم في الرحلات او في داخل التنظيم بالذات؟ يعني ايه المشاكل اللي بتواجهكم؟ ايوه طبعا اكيد بتواجهنا مشاكل. زي ايه؟ اوقات بيبقى العدد كبير جدا، فاحنا بنحتاج ان احنا بنقسم نفسنا، وبنجيب اعضاء من داخل الفريق، يعني احنا عندنا اعضاء تانيين، فبيساعدونا في التنظيم. يعني لو في رحله عددها كبير، بيبقى معانا كميه ناس كبيره، فطبيعي ان انا وهي مش هنقدر ان احنا نحكم الاعداد دي، فاحنا بنستعين بالاصدقاء بتوعنا الاعضاء، بقيه الاعضاء، وبيساعدونا في التنظيم ولو في الكورسات. وبرده لو لو كورسات اونلاين، بنحاول، بيبقى اعداد كبيره جدا داخله، فبنقسم نفسنا عشان احنا نقدر ناخد الاسماء. عندنا الشغل اللي هو انا مثلا قسم التنظيم مستقل بنفسه، بس في نفس الوقت لو لو قسم التنظيم مش هيقدر يسد الاحتياج، او مش هيقدر الموضوع عنده، الموارد عنده ناقصه، لا يا استاذ محمود انا مثلا عايز كام شخص معايا، فبقدر ان انا اطوع له شخص معاه اثنين ثلاثه على حسب ما هو عايز، وبناء عليه بيبدا الكفاءه بتاعته. في الاخر في الاول كلنا هو كلنا واحد، كلنا ما بتتخانقوش يعني. ما بنتخانقش، ما فيش. حلو جدا.
سؤالي ليكي يا خلود، انت مسؤوله عن اللجنه العلميه، طيب فاهمين يعني ايه دور اللجنه العلميه في اللجنه؟ دور اللجنه العلميه، انا بعد ما باخد مثلا قسم التخطيط بيحط الخطه المفروض يمشي عليها في الفتره الجايه في الديوان، فانا ببدا مثلا بتبقى مثلا مسؤوله عن كورسات او عن تدريبات ميدانيه او زيارات، فابدا احط الماده العلميه هنشتغل عليها وابدا اراجعها واعرف طبعا هنشتغل على ايه بالظبط، واحط الماتيريال اللي هتبقى شغال عليها المحاضر اللي هيشتغل. طبعا بحاول مثلا الماده دي يكون فيها تطوير فتره بعد فتره، لان طبعا مش ينفع نشتغل على حاجه ثابته، لازم في تطوير عشان اواكب الظروف اللي احنا ماشيين فيها. طبعا الماده العلميه اللي بتتشرح مثلا اونلاين غير بتتشرح على ارض الواقع، لان الارض الواقع بنحتاج فيها تدريب ميداني وكده، فبراي حاجه زي كده. بس عايزه اقول لكم ان انتوا نورتوني وشرفتوني، وانا سعيده جدا بلقائكم معايا النهارده. كده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اللي ما شافش الحلقه يقدر ان شاء الله يشوفها في الاعاده الساعه 3 صباحا. هستنى تعليقاتكم وارائكم على الحلقه على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحه برنامج شباك حارتنا. انتظروني الاربعاء الجاي في نفس الميعاد مع فريق راديو 2 FM والموهبه الغنائيه النجم الشاب محمد حسن. سلام عليكم.